بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صدق الله العظيم. يا أحبائي، يا أهلي، يا كل أهلي، يا ربي، يا كل ربي، بالدم نبديك يا فلسطين، بالروح بالدم نبديك يا فلسطين. بالروح بالدم نبديك يا فلسطين، بالروح بالدم. من عاصمة جبل النار، من نابلس البطولة، أرض الأحرار، أرض الشرفاء. نعم، من نابلس جبل النار، من مخيماتها، من جبل النار، من أرض الشهيد البطل سعد فرايل من كفر خليل. يا أحبائي، نتذكر أنا وأخوانكم عندما كنا هنا نتجول ونتحرك خفية وسرا، والآن ها نحن نقف لنتعارك ونعاهد الوطن ونعاهد الشعب ونعاهد الأمة. Yeah.
نبني الدولة الفلسطينية المستقلة. وآخرتها القدس الشريف، القدس الشريف، القدس الشريف. أخرى الأمن والأمان والوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية والصلابة لنبني هذه الدولة الفلسطينية. يا إخواني، يا إخواني، كل أرواح الشهداء بتنظر إليكم الآن، كل أرواح الشهداء بتنظر إليكم الآن، وأنا أقول لهم مرة أخرى: العهد والقسم هو العهد هو القسم. وأقول لكم مبروك عليكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الحساب، ويوم يقوم الحساب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. مبروك مبروك، وإن شاء الله بنصلي سويا زي ما حنصلي الجمعة في عاصمة جبل النار، إن شاء الله حنصلي في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.